ليون لونس يعني الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 11 الجوله 12 وين شفنا كيفاش كانت الاهداف تاع ليون يعني وين شفنا حسام عوار وين سجل الهدف الثاني في الدقيقه 51 41 شفنا كارل يعني توك اللي سجل عن طريق ضربه جزاء يعني وين شفنا المباراه يعني والمباراه اللي كانت المباراه اللي كانت في القمه يعني خاصه وين شفنا ارنولد الذي سجل الهدف التقليص في الدقيقه 61 يعني لصالح لونس يعني هذه الجوله 12 وين شفنا توني لوبيز شفنا ليون جينسون شفنا ايميلسون جيرام شفنا جيرارد شفنا ماكسيناس شفنا بيرناو لوكاس حسام عوار كارل توك المسجلين اهداف وين شفنا كيفاش اسلام سليماني في الاحتياط يعني وجدنا رايان شرقي اللي دخل الدقيقه 78 تيغو في الدقيقه 64 يعني وجدنا كانت المباراه شنا جان لويس من جانب لونس الحارس اللي لعب دور كبير في هذه المباراه جورتان شنا فيك شنا كيفان شنا الشيخ دوكاري سكاو شنا كيفاش واسلي السعيد يعني وين شفنا كيفاش ارنولد مسجل الهدف الوحيد اللي في الشوط الثاني يعني كانت مباراة اللي نقولوا باللي كانت تكتيكية ما بين المدربين يعني مباراة اللي كانت تكتيكية ما بين المدربين شفنا كيفاش انتهت المباراة يعني شفنا كيفاش كانت متكافئة كي نقول باللي تكتيكية كانت متكافئة يعني شفنا كيفاش بيتر بوس اللي دخل بخطة 4-2-3-1 شفنا كيفاش فارناك هايس المدرب تاع لونس اللي دخل بخطة 4-4-2 يعني كل مدرب وكانت عنده خطة تاعو كانت عنده نظرة تاعو يعني كان في استعواذ في بعض الأحيان من جانب ليو 55% نسبة استعواذ 45% لجانب لونس يعني نقولوا بلي كانت مباراة اللي كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها الأهداف من جانبين من جانب ليون ولونس يعني وين نقولوا بلي انتهت على تلعبت على جزيئات صغار فقط هذه هي وين الجولة 12 ليون لونس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.